هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. مرحبا بكم متابعي برنامج عليكم العافية. وصلنا وإياكم إلى الحلقة 33 من هذا البرنامج الذي يناقش قضايا السوريين الصحية. في هذه الحلقة ضيفنا الدكتور عبد الرحمن جمعة، اختصاصي في جراحة الأسنان والجراحة الجذرية السنية، والحديث عن الموضوع الأسنان عند ومعالجات المرأة الحامل والأسنان اللبية عند الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور. هذه أول حلقة نتكلم فيها عن طب الأسنان، الحلقة 33. طبعا تشرفنا فيك في هذه البرنامج وهذه المنصة، وشرف إلنا طبعا نحن نستضيف دائما الأطباء السوريين، وخاصة اللي ما زالوا على احتكاك مع السوريين ومشاكلهم الصحية. دكتور، الأسنان اللبية عند الأطفال أو الأسنان المؤقتة، ما هي؟ الأسنان المؤقتة هي الأسنان اللي تطلع بعد 6 أشهر من عمر الطفل، وتستمر يعني لمدة سنة ونص أحيانا سنتين، أحيانا يتأخر البزوغ فيها، وإلى دور كبير للأسنان المؤقتة في حفظ البعد العمودي للوجه، ودور بعملية المضغ، زائد تحافظ على مكان الأسنان الدائمة لريثما يتم بزوغها. أنا يمكن أخطأت، الأسنان اللبنية وليست الأسنان اللبية. دكتور، الأسنان اللبنية منين يعني، من أين أتت هذه الكلمة؟ اللبنية من الحليب، يعني دائما تطلع بفترة الأرضاع، الفترة اللي تكون يعني يتلقى الحليب فيها الطفل، سواء من الرضاع أو من صدر أمه. يعني من هذا المبدأ تجد أسماء يعني الأسنان اللبنية. دكتور، البعض وخاصة حاليا هلأ، إما لأسباب مقصودة أو لضعف الرعاية الصحية أو الوصول للمراكز الصحية، فمنلاقي في إهمال كبير عند الأسنان اللبنية عند الأطفال، نخر كذا غيره، مهم بقول لك يلا بكرة بدي بدلون، فهل هذا صحيح؟ هالمعلومة للأسف الشديد مغلوطة جدا، لأنه دائما الالتهابات بالأسنان تؤدي أحيانا إلى خراجات وتورم، وأحيانا نضطر إلى القلع، وبالتالي يصير انسلال بالأسنان المجاورة وفقدان لمكان السن الدائم، وهذا شيء له خطورة، واتباعا يعني راح يؤدي إلى معالجة تقويمية، نحتاج أو أحيانا تراكم تزاحم فقدان بعض الأسنان، وأحيانا يصير عندنا انسلال للأسنان الدائمة تطلع بمكان غير محلها. يعني شو دكتور تقصد بكلمة انسلال؟ انسلال يعني ميلان. ميلان الأسنان. ميلان. دكتور، حضرتك تخصصك في المعالجات الجذرية أو المعالجات الجذرية والورم الحبيبي والآفات الزراوية. تمام. ما علاقة الاختصاص فيما تقوله؟ يعني دائما الالتهابات السنية بمراحل لاحقة تؤدي إلى آفات زراوية، يعني تؤدي إلى ورم ما يشبه الورم الحبيبي، لاحقا تتحول لكيس. أحيانا نصادف عند الأطفال أكياس سنية موجود فيها برعم السن الدائم تتحول لكيس، ويصير نوع من التورم. الأهل طبعا يخافوا من الناحية هي كتير، ويفكروا أنه مثلا صار معه مثل لكاف أو ورم أو شغلة، لا، هو أمر طبيعي ويحتاج إلى مضاد حيوي وتجريف المنطقة وسماح للسن بالبزوغ. أحيانا ممكن يبزغ. أحيانا طبعا ممكن يبزغ، يعني ما بيفقد السن الدائم بهالحالة؟ لا لا لا، هي نوع من الأورام يعني السليمة بالنسبة لبرعم السن الدائم. طب دكتور، كيف تظهر معكم هاي؟ هل في الفحص أو بالصورة؟ لا لا، غالبا صورة شعاعية بسيطة يبين فيها، وأحيانا تبين بالفحص بالجس بالأصبع أو بالأدوات الثانية. وشائعة يعني هاي؟ والله في نسبة، في يعني في يعني في نسبة، في نسبة. وأظن ذات مرة يعني اطلعت على قصة سريرية تشابه الكلام، لكن هلأ أخذتها منك بالشكل العلمي، قبل ما حكى ليها مريض بس ما فهمتها منه. الآن فهمت منها. طيب دكتور، في حال تأخر هذه البزوغ، يعني إيمت لازم السن اللبني يبلش يظهر؟ هلا نحن بالنسبة لنا بالأسنان السفلية، القواطع السفلية تبلش بال6 أشهر، أحيانا تستمر لسنة وشهرين. بعد السنة وشهرين ممكن نفكر أنه في خلل، نعمل صورة بسيطة ونطلع نشوف إذا كان في كثافة عظمية أو نقص فيتامين دال أو أحيانا سوء تغذية. طيب دكتور، في هالحالة شو لازم يعني، شو بتتصرفوا إذا وصل الولد لسن السنة وشهرين وما ظهر عنده؟ هلا بالبداية نحاول نعطيه شغلة قاسية يعض عليها مثل جزر أو تفاح يعض عليها، وفيها برودة. دائما بزوغ الأسنان يرافقه ارتفاع بالحرارة والتهابات فموية وأحيانا إسهالات، فنحن نعطيها الشغلة البردة يعض عليها مشان يصير نوع من مساج للسة يعني. أما إذا في كثافة للعظم فأحيانا نضطر للشق، أحيانا للأسف يعني نضطر للشق حتى للأطفال. الأطفال الشق يعني يكون صعب بالنسبة للأطفال، الأبري وما أبري وبيخافوا من الأمور هاي طبعا. بس أفضل أنه ما يطلع منوب،
افضل يعني انك تعمل شق افضل من اكيد 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 السن المؤقت اذا ما طلع حتما راح يسبب لنا اشكالات كثيره كثيره كثير. طيب دكتور يعني ملاحظه نخور في السن، لاحظت نخور في السن انا عند الاطفال، شو لازم اتصرف؟ والله للاسف الشديد اغلب الاهل ما بنتبهوا للناحيه هي، انها النخر ما بنتبهوا عليه وما في فحص طبي تعرف بسبب الحرب والظروف هي، فصار عندنا الالم هو معيار النخر، فصار الطفل سنه يوجعونه بناخذه على الدكتور سنه منخور ايه طلع لنا اياه. اغلب الاهل للاسف الشديد يصروا على القلع، لك يا اخي ما راح يطلع تحته، اكيد ما راح يطلع تحته، يا اخي بيطلع بدل، اخته بدلت، اخوه بدل، هالوضع هذا هو اللي عم يصير عنا يعني للاسف الشديد يعني. طيب دكتور الطفل كيف يعبر عن الالم؟ ممكن هو ما نعرف عن حاله متوجع من سنه، هي مشكله يعني تعبيرات اخرى حتى ولو خدرته شعور بالتخدير مشكله. لا اقصد يعني في البيت الولد بجوز ما يقول اخ سني، غالبا تعبيرات الاطفال عن الالم بهيك حاله كيف عم تكون؟ البكاء غالبا واثناء الاكل، اثناء الاكل يظهر الالم بشكل واضح كثير يعني، لأنه يعني مشان الفضلات الطعامية يصير بالمنطقة النخر بصير عنده ألم، وغالبا بالليل يصير ألم بالليل، وإذا ما تركنا له تاني نهار ممكن يصير ورم يعني تحول لورم. طيب دكتور معناتها لازم فرشاة الأطفال، فرشاة الأسنان للأطفال من سن مبكرة؟ إيه لازم يعني بعد السنتين تبلش الأم تعلمه بطريقة سليمة، بس بحيث يكون المعجون ما بأذي المعدة في حال إذا بلعه، يعني غالبا الطفل ما بيلتزم بالتعليمات مهما حاولت معه، بده أكثر من مرة لبين ما نوصل لنتيجة إنه هالطفل على الأقل مرتين باليوم يفرش أسنانه بعد السنتين وبشكل تدريجي يتعود على التفريش. يعني قبل السنتين ما في داعي لفرشاة الأسنان؟ لا تحاول الأم تمسح له بمحرمة، تحاول تعوده على المضمضة، تاخذه تغسل له، للأسف ما يعني في إهمال بهالناحية. يعني حتى مثلا لو علمته الطفل قابل للعلم إنه مثلا يفرش أسنانه، أو أنت عفوا يعني إذا الأم قابلة إنه تفرش له أسنانه ما في داعي؟ لا قبل السنتين أنا بنصح بشغلة واحدة، نعود الطفل على الأطعمة القاسية والأطعمة اللي تساهم بالتنظيف الغريزي للأسنان، مثل التفاح الجزر، هالأمور هاي تساهم كتير بتنظيف الأسنان. نحن اللي يهمنا الأطعمة الليفية أو الأطعمة القاسية تفيد كتير بتنظيف الأسنان، ونحاول نبعد عن الأطعمة اللصاقة اللي هي سبب معظم النخور بوجود اللويحة الجرثومية طبعا يعني بين الأسنان. وطبعا السكر كثير الأطفال بحبوا هذول شغلات، هي الكربوهيدرات والأمور هاي. نعم طيب نعم. دكتور بما أنه نحن عم نحكي عن الموضوع الأسنان اللبنية، طيب دكتور اللثة دائما تعاني من التهابات وهيك، طبعا هو يعني يوجد اختصاص بحد ذاته يمكن للسة بعد اختصاص كبير له روح تمام، لكن شو بتعطينا نصائح عن الالتهابات اللثوية؟ في ناس ما بلاحظوها، في ناس فكروها أسنان، في ناس هلا اللثة السليمة، اللثة السليمة لونها وردي فاتح وتكون التغذية الدموية فيها ممتازة جدا. أما اللثة متى ما نزفت، النزف دليل وجود التهاب، وغالبا يكون لونه أحمر غامق والنزف دليل وجود التهاب. طبعا هنيك في عدة عوامل للالتهابات، اللثة في عندك أمراض وراثية مثل السكر، وفي عندك التكلسات ممكن تسبب عوامل ميكانيكية، تخريش ما تخريش. الالتهاب اللثة إذا كان بسيط يكون حفافي على مستوى اللثة، أما إذا كان شديد يؤدي إلى تشكيل الجيوب اللثوية، وبالتالي ما يسمى بخر الفم أو ريحة التم يعني المزعجين. طيب دكتور خاصة عند الصبح نكاشات الدراس، الخشب، الخشبيات والخيط. هلا الخيوط السنية صرنا سمعانين فيهم كثير، الخيوط السنية هي مكملة للفرشاة، أنا بنصح بالخيوط السنية المشمعة أو بين السنية. أما بالنسبة للنكاشة هي دائما تضغط على الحليمة اللثوية، وللأسف الشديد تسبب تراجع بالحليمة منطقة وتنكشف وتسبب حساسية زائدة للأسنان، لأنه منطقة الأعناق حساسة زيادة للمؤثرات. طيب دكتور كمعالجات لهذه الأعراض اللثوية اللي حضرتك حكيت عنها، الأهم شغلة بالنسبة للمعالجات يعني ما فيني أوصف علاج لدواء اللثة، لازم نعالج سبب المعالجة العرضية. فينا نعطي مثلا الرومايسين مع الفلاجيل أو الروفازول السوري كويس بالنسبة للالتهابات اللثوية، لكن يجب أن نعالج السبب. السبب هل وجود جيوب لثوية؟ هل بسبب وجود تكلسات؟ هل سببه مثلا سكر، التهابات اللثوية، ريحة الميتيل خلون كمان يعني مزعجة جدا. نحن غالبا تبلش الأعراض لما واحد يفيق الصبح ويعني يشعر برائحة كريهة، هون معناته في عندك مشكلة باللسة. طبعا هو دائما إذا واحد فاق الصبح له ريحة تم، لكن إذا زادت عن حده هون معناته في مشكلة جيوب أو التهابات يعني. طيب دكتور بدي أحكي معك بعد الفاصل عن تأثير التدخين على اللثة،
إنها ناخذ فاصل ونرجع. متابعينا الأكارم، بعد الفاصل نتابع الحديث مع الالتهابات اللثوية مع الدكتور عبد الرحمن عن الالتهابات اللثوية وبعض النصائح عند معالجة المرأة الحامل. ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. دكتور، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الالتهابات اللثوية. هناك يعني في حال تخوف دائما من درس الحقل، وعادة بسبب بعد قلعه مشاكل عن واحد من الناس، مشاكل لثوية. شو السبب؟ بالنسبة لدرس العقل إذا كان طالع بشكل نظامي تم، ما في داعي يعني يعامل معاملة أي سن عادي تم، أي درس عادي. أما متى أي متى لعلكم؟ في حالات البزوغ الجزئي أو إذا كان مثلا ميلان أو يكون مدفون السن، في هالحالة نضطر للجراحة يعني. وطبعا درس العقل له اتجاه جذور أحيانا يختلف عن بقية الأسنان، وجذوره تكون إلى وضع الشاذ، يجب الانتباه إلى هذه الناحية، وأحيانا نضطر إلى التصوير الشعاعي. طبعا الميلان مثل ما واضح بالصورة، الميلان مثل ما واضح بالصورة هو انضغط على الجذور من طرف الوحشي، بهالحالة يجب الفصل مشان ما نأذي الرحل اللي قبله. أكيد طبعاً هالوضعات، وطبعاً إذا كان إذا واحد عرف ميلان السن العملية راح تكون بسيطة جداً. تقصد إنه الطبيب إذا عرف ميلان طبعاً الطبيب السن طبيب الطبيب جراحة قلعية سهل يعني ما بترك نسبياً مشاكل. نسبياً هو دائماً يهمنا العزل الجيد ويكون الطبيب متيقن من شغله بس لا أكثر. طيب دكتور، بعد القلع بصير في حالة مثلا أنه هبوط للسي فبنكشف السن الثاني بصير لمعان دائم؟ والله هي أغلب الحالات تصير بسبب التهتك اللي عم يصير غالبا ينكسر مع السن يؤدي إلى انكسار الصفيحة السنخية، وبالتالي يؤدي إلى هبوط باللسي. المنطقة المكشوفة من اللسي دائما تكون حساسة زيادة للمؤثرات أكثر من غيرها. وبتم بناءها لاحقا ولا بتبقى مكشوفة؟ لا دائما خسارة العظم تعني خسارة اللسي بأي حال من الأحوال. تمام. تمام. يعني ما في شيء اسمه نمو معاوض للعظم السنخي. تمام. للأسف شديد يعني. تمام. حدثت دكتور أيضا بالصورة عن سن طالع في الفك العلوي وقلت لي كان عامل مشاكل فوق الجذور. هذا مريض يعني أجاني ورايح يعني على أكثر من محل. أنا طبعا قلعته بدون صورة يعني ما طلعت على الصورة، قلعته لحقت الجذور على مستوى الجذور وشلنا له إياه. بعد ما قلعناه الزلمة قال إنه هاي الحالة صعبة كتير وممكن كان يسبب نزف على مستوى الأذن وعلى مستوى المفصل الفك الصدغي. الحمد لله الأمور مرت على خير يعني. كان ضاغط على المفصل؟ والله ضاغط بشكل وكان يسبب له صداع شديد يعني. شفت كيف وضعه ميلان واضح بالصورة انه يعني مشكلته كانت عويصة. دكتور طيب، هلأ ما نحن عم نحكي عن موضوع القلع وغيره، فبتلاقي في معظم الأطباء عنده التخوف من المرضى أو الحامل لما بتراجع العيادة السنية. شو السبب؟ هلأ بالنسبة لموضوع المرأة الحامل دائما نحن نخاف من الإجهاض، وفي عندك الثلاث أشهر الأولى هي فترة تشكل الجنين، يجب الانتباه إلى هذه الناحية. لكن إذا أجتنا مرأة حامل طبعا وعم تتألم بشكل إسعافي نضطر لازم نعالجه. للأسف أغلب الأطباء يقول لك يا أخي ما دخلني بلكي صار شيء. نحن نعطي البنج بدون أدرينالين، والأهم شيء كله يجب أن تكون المرأة ما خايفة. إذا خايفة طبعا من الإبرة خايفة من هذا حتما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأدرينالين بالدم، وبالتالي تقبض عضلة الرحم، ممكن يصير إجهاض. يعني النصائح هي بس أنه موضوع البنج بدون أدرينالين، بدون أدرينالين، وتكون المريضة واثقة من نفسها. طبعا تجي تكون إيكلي، ما تجي تكون شرباني قهوة وجاية، يعني يكون ما ينزل ضغطها بشكل مفاجئ، يعني هبوط الضغط ممكن كمان يسبب الإجهاض. يعني لهذا السبب دائما يعني يتم تأجيل معالجة المرضى الحامل، يطلبوا يأجلوا يعطوا علاج ريس ما أنه بلكي يروح الالتهاب. غالبا الالتهابات اللبية الحادية أو التهاب العصب الحاد يجب فتح السن، وإلا سيؤدي إلى الورم حتما. طيب دكتور، موضوع نحن حكينا عن موضوع اللسي، موضوع القلع، وخاصة درس العقل. طيب بموضوع مثلا الزرع، هل اللسي علاقة في موضوع الزرع، تقييم نجاح طبعاً الزرع أو لا؟ أكيد. هلا الزرع دائما له سن
مفضل طبعا بالنسبة لسن الزرع. ثانيا الأمراض بالنسبة للأمراض، إذا كان واحد مثلا مريض سكر ما نحكي بالزرع نهائيا أبدا. إيه بالنسبة للأمراض مثلا مرض السكر، مرض الضغط، التوتر الشرياني، هالأمور هاي كلها تلعب دور كبير بالزرع. إيه وبالنسبة للعظم السنخي، سماكة العظم، العظم الفك، سماكته كلها تلعب دور كبير بعمليات الزرع. أكيد طبعا عمليات الزرع يعني عمل الزرع كامل. طيب إذا مثلا نركب مثل ما بقوله تلبيسي أو غيره، شو أي أفضل منه؟ بالنسبة للتعويض أنا بفضل بالنسبة للتعويض الزيركون هو أفضل شيء طبعا، متلائم وما فيه معدن والوانه كتير حلوه، لكن الوضع طبعا ما بيسمح لكل واحد. اهم شيء تكون تلبيسه البورسلان حوافه عند اللسه متماديه مع سطح الجزر، يعني ما يكون في زياده تضغط على اللسه وبالتالي تسبب تورم باللسه. اغلب التعويضات اللي عم نشوف دائما اسويدات فوق اللسه. انا بدي يعني انا مشيت معك بدي اوصل لهالنقطه، موضوع التعويضات واللسه، ليش دائما عم يصير في مشاكل؟ سماكه التعويض عند اللسه، سماكه التعويض الزائده طبعا، يا من مخبر يا من طبيب. الطبيب لازم يعطي المسافه الكافيه للتحضير. دائما الطبيب يخاف انه ما بده يسحب العصب، يعني يكون معه حق بهالشيء، بس مثلا سحب عصبه يصب فيه ضعيف، هو دائما يحاول ياخذ اقل كميه ممكنه. المخبر يبالغ بالتشكيل فيصير عنده نوع من الكتف وين راح يضغط؟ اكيد على اللسه. ضغطه على اللسه يسبب نوع من الاسوداد ويسبب نوع من الرائحه احيانا. تمام، يعني الرائحه الكريهه. لنفرض المخبر يزود مثل ما تفضلت حضرتك في السن، يعني لما بركب الطبيب ما بنتبه على هالموضوع، بصير بياخذ من الحواف؟ اكيد راح ينتبه بس ما بنشال من الحواف. ليش؟ لانه يعني اخذ المسافه الكافيه، البورسلان عند المستوى اللسه اذا شال منه يصير مخرش، يعني بده تلميع. يعني دائما يتلمع البورسلان بالجليز، فاذا شال منه بده يصير مخرش ويجرح اللسه. للأسف أغلب التعويضات يعني تكون عند مستوى اللسة فاشلة. ولهذا السبب تلاقي اللي عم يعمل تعويضات بشكي من سنه، أو عفوا من اللسة، من اللسة دائما. طيب. بالإضافة لازم يكون في تدليك، يعني محل الجسر دائما يكون في ركودة دموية. الأفضل أنه المريض يعمل تدليك للسة، لأنه اللسة في أوعية دموية يصير فيها ركودة. طيب دكتور، بالنسبة للمرأة الحامل لو تفرض صار معها في الأشهر الأخيرة أي وجع في الأسنان وكذا، ما هي الأدوية المتاحة لها؟ هلأ نحن بنعطي الأمبسلين، نعطي مسكنات الألم مثل البارول، بس الأفضل إذا دخلت بالأشهر الأخيرة نعالج معالجي. أنا بالنسبة لي بعالج كل الحوامل، بس بشرط أنه ما تكون خايفة. بالنسبة لمعالجة الحامل يعني طبيعية ما في أي خوف، لكن يجب أن تكون المرأة ما هي خايفة. بالنسبة للمسكنات يمكن إعطاء غير الباراسيتامول؟ هلا بالأشهر الأخيرة تقصد بالشهر التاسع؟ تماما، آخر ثلاث أشهر. آخر لا، بالشهر التاسع تعطيه إيش ما بدك. ممكن؟ أي ممكن، بروفين تعطيه. ممكن. ديكلوفيناك بوتاسيوم تنعطى عادي ما بأسر. طيب دكتور، يعني معك حوالي دقيقتين. شو بتنصح الناس؟ نصائح عامة، طبيب أسنان يداوي الناس كل طبيعي. أيضا بعد ما تنصح الناس عندي سؤال آخر. والله أنا بنصح الناس بالفحص الطبي، يعني تمام. إيه كل ست أشهر يعني واحد يعمل فحص طبي. بنصحهم بالتفريش مرة واحدة على الأقل قبل النوم. بنصحهم باستعمال الخيوط بين السنية، ما بنصحهم بنكاشات الأسنان نهائيا، لأنه هاي تسبب أذى للسة. وبنصحهم باختيار الطبيب المناسب، وهي النقطة اللي هي المهمة. طيب دكتور، الدخان والأرجيلة شو بتنصحهم؟ والله بالنسبة للدخان يسبب طبعا تصبغات قتامينية على مستوى اللسة، وخاصة إذا كان المريض أسمر طبعا يسبب كمان التهابات، بالإضافة إلى ريحة الدم عند الصبح يعني مزعجة جدا. يعني طب شو إلى تأثيرات بعيدة المدى على موضوع الأسنان، أو هل إلى تأثيرات لنفرض إذا المريض تؤدي زرع إلى حرق الميناء عند منطقة الأعناق، يصير بقع صفراء وأحيانا تتحول إلى يعني بنية داكنة، منظرة يعني مزعج. دكتور أنت عم تحكي عن مستوى الجمالي، هل هناك تأثيرات عميقة على السن واللسي للمدخن هلا بالنسبة للسي طبعا تأثيرات عميقة؟ تأثيرات ممكن يسبب يزيد من تفاقم وحدة الالتهابات اللسوية. ممكن أكيد طبعا، إذا في جيوب عند المريض صار عنده جيوب لسوية، ريحة الدخان أكيد الريحة راح تكون زيادة أبشع، يعني فهمت علي؟ طيب دكتور بدي أسألك موضوع مثل ما بقوله درس العقل، يعني صحيح أنه بيطلع وقت الواحد بيكبر عقله أو كيف؟ هلا هو يسموه درس العقل. هلا هو الفتره اللي يطلع فيها درس العقل بين 18 وال24 المفروض يكون في الفتره يعني اكتمل نموه العقلي، يعني
متابعينا الأكارم، برنامج عليكم العافية ليس على التلفزيون فقط نصف ساعة، نحن موجودون بشكل دائم على صفحة الفيسبوك للرد على إجاباتكم، لكن أتمنى لا تصل أسئلة عن حالات سريرية مفردة أو بدائل أدوية في مناطق متعددة من سوريا. لم نعد نحن نستطيع معرفة الأدوية في كل منطقة وبدائلها، لذلك أتمنى عبر الصفحة إبلاغنا مثلا عن حالة أو مشكلة في منطقة، قرية، مدرسة، أي جائحة أو عدوى معينة، لنستضيف الأطباء الخبراء تقديم حلول من ضمن الواقع لكم. وأتمنى دائما لكم الصحة والخير، وإلى اللقاء، دمتم بعافية والسلام عليكم.